عايز اتكلم عن حاجه خاصه، بس حاجه خاصه يعني احس ان هي ممكن تنفع الناس. يعني هي نفعتني جدا، هي كلمه اتقالت لي وبقت حلقه في وداني. زي يعني انا ما كنتش معنى كلمه افهم كلمه حلقه في ودانك دي يعني، بس انا فهمتها من كام جمله فعلا. دي كانت جمله منها. الموقف باختصار شديد حاول انجزه يعني. كنت باكل في البيت وفي الشاي، خلصت سيبك من الاكل خالص، المهم الشاي، بشرب الشاي. ان ابويا الله يرحمه كان قاعد على الترابيزه جنب مني قدامي كده يعني، شايفني يعني انا في الرؤيه قدامه. خلصت كوبايه الشاي بتاعتي، دخلت بقى على المطبخ، حطيت الكوبايه جنب الحوض. عادي يعني، عادي طول عمري بعمل كده وطول عمر الناس بتعمل كده. بس هو قال لي كلمه وقالها بطريقه يعني شويه ايه مختلفه. قال لي انت، هو انت عملت ايه؟ ما كنتش فاهم طبعا، فعملت ايه في ايه؟ قال لي دخلت المطبخ عملت ايه؟ قلت له مفيش، حطيت كوبايه الشاي. راح قال لي هي الكوبايه اللي انت كنت بتشرب فيها، مستني مين يغسلها لك؟ بكل ادب وبالراحه وبتاع، الكوبايه اللي كنت بشرب فيها دي يعني حطيتها كده على الحوض، مستني مين يغسلها لك؟ عايز اقول لامي طبعا يعني، عادي زي حد يعني. بس ولا قدرت، والله ولا قدرت. انا بصيت له ولقيت نفسي لافف تاني، الكوبايه في ايديا، تيك 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 بغسلها واتحطت مكانها. والله انا من يومها الموقف ده مش عايز اشيل حلفان اقول ما سبتش كوبايه ورايا. سبت، اكيد سبت، بس اللي سبته مش هيتعدى على صوابع الايد او الايدين. انا كان بيحصل لي مشاكل في شغل يعني، كان في ناس بتيجي تضايق مني يعني، لو هي المفروض هتغسل او بتاع إيه، ليه وليه بتعمل كده وكلام زي كده. لا هو انا بقى دي مش جدعانه مني ولا اي حاجه، هي حرفنه من الكلمه اللي اتقالت من الاب اللي كان عايز يربي فعلا، مش عايز يضرب ولا عايز يعمل مش عارف ايه ولا اي كلام من، هو كان عايز يربي فعلا. قال لي كلمه، هو مات الله يرحمه، انا عايش لحد النهارده، عمري ما هنساها وهفضل طول عمري في كده. هفضل يعني الكوبايه اللي شربت فيها، بس مين يغسلها لك؟ يعني هي خلصانه الجمله، مش محتاجه شرح ولا حاجه. وانا طولت، وهو موقف شخصي، بس موقف شخصي ممكن الواحد يستفيد منه. انا عن نفسي طول عمري الموقف ده كلمه معلقه في وداني، ما بعرفش انساه خالص. انا قلته يمكن يفيد الناس يعني، مش بفرض يعني، يا رب يكون مفيد يعني.